شكرا. اوه في شاهي. تعلم مني، تبغى شاهي عيوني؟ لا 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 شوي شوي بس انا. تعلم مني يا عبد الله. الله يتمك. الله يتمك. ها؟ والله. ليش كنت يعني ما كنت اعطيك شيء؟ تعلم مني. ليه؟ شرب شاي ما كنت اهب لك شيء؟ لا. قول والله. اي من ذا الحين من؟ اي من اليمن انا. ها؟ من؟ ما بمن على احد الا انت. انت ما سويت شيء. مالك فضل. شفنا الفضل عندك. لا تشرح يا مشرف. ترى دائما على الطيب اذا عاقه قصور ولا الردي خله وتعرفه. لا تشرح يا ابو عواد، ترى احنا كذي كل يوم وانت تعرف. ما يحتاج عبد الله معروف وانت معروف. انت شعب انت ابو عواد. ما تبين نمسك نركض بو بهذا مع شعره نقطع وتقطيع هاللون. انشل شد حلجه سقا. لو انك الحين في الديره ايش ذاك تعبه؟ لو اني في الديره؟ ايه يلا ماخذ الموتر محمل العزبه معي كاس حمر. وش موترك؟ كدا. ها؟ موترك هايلوكس. ما ساكل هايلوكس ايوه احمل العزبه وتيس حمر. عقب اذا التيس الحمر عقب اذا التيس الحمر يدرس باقي صغير عمره تقريبا ايش هو؟ التيس. طيب عندي سؤال بالله يرفي زبده انت تقول يدرس. عندي سؤال بالله. ايوه التيس يدرس في التيس يدرس عندنا. طيب انا مستغرب من شيء. الحين لك شهر ما طلبت تيسه. هلا طلبت امس. متى؟ انا فؤاد يوم والشهر ما طلب له شهر ما طلب تيس انا مستغرب ليش؟ قبل سبع ثواني طلبت امس اليوم امس والله؟ اي بلا طقطقه طيب. والله انك صادق لو بتروح رحله ولا ايش؟ ها؟ بتروح رحله؟ اي والله وين غد؟ كشته اي بس انا لحالي ولا بدق على احد حتى انا ما بدق علي؟ لا انت تقول انك في الديره انت جالس هنا متعب انا اي ساد ايوه لين انا في التيس بالعافيه واخلص وتقول لحالك؟ تيس صغير هرفي زبده صغير ابو ثلاث شهور هو اللي بتاكل تيس لحالك ها؟ بتاكل تيس لحالك يا عادي ما شاء الله تبارك الله الاسد اللي هو اسد ما كان نص ايوه من هنا ربع نص مشوي ربع مقلقل ربع مرغوب يووو يا امي صدق اما بيبسي دم عيني مشطم ليمو الموت وجرجير هنا عندي قمة السعادة وصلت أعلى مراحل الرواقة كذي ليمون كذي اللحم هرت وبعده طيب أصور في السناب المتعب المشرف وبعده كان ودي يا شباب أزلكم حتى في السناب تقعد تشايدني لا إله إلا الله يجيك ترى عمرك راكض أنا أمس كنت مخلص ها أي والله لو إني هناك بتدق علي صدق ها؟ بتدق علي شو بغابك انا مصدق تفتك منكم برنامج طبعا دعوه سواليف وضحك وطقطق هبه ريح دعوه سواليف خلاص يلا مني خلصت التيس كل شيء دقيت تعرفني اكلي عب الطاير الحين متعب انت عنده ولا بعيد عنه؟ حذفت عصب والله؟ ايه شواص انا صدق لو اني في الديره ذلحي اكل خبز وجبنه خبز وجبنه؟ ايوه العصر المرندة برتقال والله انك كذاب اكل على خبز وسمن و برتقال يجيب الشرق خلاص والله احسن برتقال ما يجيب الشرق لا لا لو في البيت قصدك تجيب الحرقان لا يجيبك الشرق كيف الشرق؟ تشرق ليه؟ مرند البرتقال عصير برتقال برتقال على عصير برتقال عصير برتقال تعرفون ذاك الغازيات ايه اعرف مرند برتقال خبز خبز شو اسمه خبز خبز بطاطس ليز كاتشب مع ذاك الاحمر انت معي انت تقول بكذي عسى الله يشفي مع الدحين الوادي صح سمن وخبز مقلوبه ولا صادق ولا لا 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 الصدق والله الحين عندنا في الديره انا متعب اذا ما اكلت خبز وجبنه خاصه وقت الامطار والسوء ماني بعربي طبيق بلوسيع يا ولد الوادي الحين ما يقول كذي تدري شو الحلو فيها؟ يعني منك قمت صدق لقيت امي امتك عصايه طول عمرها اللهم امي يا رب يخلي لكم الله فته
تعرفوا الفته صح؟ ايه خبز وسمن وعسل ولا خبز وقوطه؟ ابو خبز وايش؟ قوطه كشنه. خبز وقوطه طماطم طماطم كشنه. خبز وقوطه وسمن كشنه تعرفها؟ فتوت طماطم بلدوره. لا لا اسمها ايه طماطم ولا اسمها قوطه؟ قوطه قوطه توميتم توميتم برات الشاي مثلا ايش تقهوى عندها والتمر متسلف معاها متاكل متخلص. دقيقه اقنعني دحين كيف قوطه على عريكه؟ قوطه ايه وسمن وخبز فتها. اقسم بالله العلي العظيم تدعي لي في ذمتك يا موت يا ولد في ذمتك. حمضيات مع سكر مع حمضيات مع سكر. الطماطم يعتبر نوع في اهم شيء تروح له باطن عند عبد الله هذا اهم شيء. لا والله والله ان شاء الله اسويها لكم. اي والله طماطم. طيب الكشنه تعرفها الكشنه؟ اي ها خبز وكشنه. خبز وكشنه هي حلوه. خبز وكشنه تحمس كشنه مي على تحط على الرز بس. لا يا عيوني خبز وكشنه. الحالة كشنة كشنة. وش الكشنة طيب؟ كشنة طماط وبصل بس. طماط وبصل. أنا البصل ناش. أنت معي؟ صبح والله إنه حلو الخبز والكشنة تكفى. وش أقوى موقف مر عليك مع أمك؟ ها؟ موقف مر عليك مع أمك ما تنسى. موقف؟ والله وأرثك، أنا تدري أكثر مواقف مع أمي. طيب، تقدر تعطينا موقف؟ واحد قد علمتكم به. ها؟ يوم سافرت هذا قد علمتكم به. غيره الثاني في الرجعه وانا اصور مصحف موادعين وحن جاي يوم عدت مطار تركيا تدق علي تقول سود الله وجهك متى. قلت لي امه تقول ليش تخلي اخوك وراك ولا جيت تمام ولا جيت تبى معك عشان خليت اخوك يدرس برا ما لا اخي لا يرحم امك افهمني استورد جعل ابوك امك في الجنه والسامع منك انت العصور عشان نسمعك زي الناس ونستورد المرخة سولف اليوم وحنا هادين ومحترمين المهوند اللي حكت مطبخ هذه كلها سمعتني انا انا وما بعدها انت ما عدت حطيت على جرة الشعر. لا لا صادق صوتك ضعيف والله. اوكي الحمد لله رفع الصوت رفع الصوت عسى الله يبيض وجهك. معليش سمعت صوت الحق ما يحتاج يلا اطلق وافخم صوت حق يا حبيبي. اقول وقتها انا اصور اخوي دي ما حنودع في المطار يسلم علي من رقزوز يقول كذا وحاط عليه نغمه كذا حزينه زي كذا اتشايط طبعا وقت المطار رايح وين؟ انا هو بيقعد هناك في بريطانيا وانا بجي السعوديه واصوره حن بودع انت معي؟ يوصيني طلعت لقطه يقول انتبه للشنطه حقتك زي كذا نزلت ورحت له يبعد في مطار تركيا لما يدق علي يدق علي سناب شات سلام يا متعب وينك؟ علمتني في المطار قالت سود الله وجهك مالك لم تخلي اخوك وراك يوم شفت المقطع ما جيت تبى معك لم يا رياجيل احن عليك من الشوكه اللي تدقك الشوكه والله ان احن عليك منها انش اي والله والله وقتها بغيت احوس العرب هناك بغيت اقول رجعوني راح اجيبه من بريطانيا وارجع صدق والله اكثر مواقفي انا وهي تذكرون مباراه السعوديه ما لعبتها كاس العالم المنتخب تذكرون؟ انهزمنا من بولندا ولا ما ادري 2-1 ها تضطرت بيعطيني مره وجيت والله اني منفس يا رياجيل ولا الكلام هذا في بيشه رحت تكيت مع امي فروحت معي رحله طير حذفت الكلمه كذا علي قالت متى ما حل العطر ذا معك قالت ولا ما قالت يا رياجيل والله الذي نفسي بدا ودي الارض بلعتني ولا سمعت امي تقول كلام هذا انت معي؟ ليه؟ سكت وقتها خذيتها قلت بسوي لها مفاجاه فهمت؟ تعرف الكوف اللي فيه الخبت اللي فوق ما تعرفه هو معروف المهم راح اشتري العطر هذا بدون ما تدري واخذ ورد ورد باقه ورد معي عشان اضبط له العطر ورد. المهم يطول عمره السلامه واكلم هذول عشان يجيبون الحلاوه والتورته وصايحون ذي العمه اي والله والله يا عبد الله. المهم عرب كل مالهم يقربون منا يقربون منا يقربون منا يوم درت بالعلم اني انا جايب لها الحلاوه والعمه ذي يصيحون عندنا فوق راسه بكت علي لا اله الا الله يا عبد الله ندمت اني سويت الموقف هذا وكرهت حياتي وكرهت نفسي وكرهت عيشتي بكت من فرح صح. حتى ولو يا ولد حد يبغى ام يشوف امه تبكي قدامه لا اقسم بالله اني تعذبت وقتها بس الواحد يعني يستمتع ويستانس ان امه تبكي على انه راضي عنه هذه هي ف وقتها اتصدق والله اكثر حياتي يا رجل والله يا اكثر موقف انا مع امي اكثر موقف
مو باني انا ما بر فيها، لا اكثر مواقف المواقف مع امي انا معها. الله يخليها لك ان شاء الله. اللهم امين وخلي لكم امهاتكم يا رب العالمين. سلامتكم ما شاء الله. ابطيت اسولف، واحد يسولف، فتحت موضوع من اثنين من ثلاثه اسولف. طيب نسمعك يعني، جالسين نسمعك تو خلصت السالفه. ما مدانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدين نسترجع ذكريات يعني، قاعدين نستوعب. اسلم يا عبد الله. لا عندك. شوف انا مع امك، مو مع امك. يا لبي يا مو انتم تقولون امهات؟ اي والله تكفى. ايه؟ انا شوف اصعب شيء اذا امي طلبت شيء وانا ما معي. الموت تكفى. اي والله. ايه؟ انا درست ببريد. سكنت لحالي ببريد. وهلي بالدير. تمام؟ انا جلست يمكن تقريبا 4 سنوات لحالي. كنت موظف بشركة وأدرس. المهم مرة من المرات دقت علي أمي، قالت يا وليدي في وحدة من الحريم جايبت لها بنت وأبي منك 100، أبي أروح أعطيها. قلت أنا أبشري بس. وانت وقتها ما عندك استطاعه. انا ما عندي استطاعه بس قلت لها ابشري. المهم طال عمرك قالت الله يعافيك ويرزقك يا وليدي. طبعا كان والله يا جماعه، طبعا انا ما عندي استطاعه يعني، يصفي من راتبي يمكن 400 ريال، لا عندي سياره عندي شقه وكذا اللون. كان وقتها واحد اعطاني 200 بالعربي. عمتي جاتني قالت شافت كذا اللون متضايق. انا سبحان الله ترى يبين علي لا تضايقت ولا على طول واضح. منو كنت اوضح من زاد؟ شوف توني علم اليوم فجر، انا ما صحيت. هو يعلم اليوم الفجر. انت ايش تبغى يا مسلم؟ المهم يا عيال قالت السلام 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 اخو مطاع الله. طيب استعبها تخرب. كمل يا مشرف. المهم جات قالت يا مشرف خذ هذه 200. قلت لا والله وما ابي ولا الحمد لله معي وزي كذا. قالت والله انت اخذه سلف ابد اخر الشهر ابد اعطني اياه. يا بنت الحلال جات مره قالوا كاد انها يعني حلفت علي. قلت زين ابد بيض على وجهي بس ترى اخر الشهر برجع لك. قالت ابد. المهم طال عمرك جات جا الفلوس ولا بقطعك عيونه جات الوقت الحلو. اي والله يا سلام. المهم طال عمرك وانا اروح للصراف. يوم رحت للصراف يا جماعه وانا القى بصرافتي 1000 ريال. اي والله يا جماعه الواحد رزق الله على نيته يا سلام. ومار نازل المكافأة حقتي والله يا جماعة قبل لا تنزل المكافآت يمكن تقريبا 3 أيام. كيف شلون ما أدري والله. طال عمرك أسحب وأحول لأمي إيش اسمه أحول لها 100. هلو كاد وأنا أرجع على طول صرفت 200 ورحت أعطيهن عمتي. قالت لا والله ولادي ما يجيني. قلت والله انت تاخذيني اذا تبيني اخذ منك ثاني مره والله انت تاخذين. قالت الله الله اعطاك على قد نيتك. اي والله وتاخذ 100 وتعطيني 100. قالت والله باخذ ال100 وال100 هذه لك ماني ماخذتها. فسبحان الله ربي سبحان الله يسره واعطاني ال100 اللي اعطيتهم. اخذت 100 طبعا هي معطيت ال200 اخذت 100 قالت ال100 والله ما تجيني الثاني. فأنا من أصعب موقف يعني يجيني خاصة الأم إذا طلبت شيء مثلا وأنا ما عندي استطاعة. فهمت؟ كأنما أنا أفقدهم تماما. إي والله الأم الأم يعني شيء شيء. إي بالله. بس. أنا شفت توني أنا أسولف عن الأم 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 الأم. أنا ترى ما ربنا في حياتي الأم يا ريجي. أقسم بالله أقسم بالله إني صادق. يعني امي ترى كانت دور الاب عندي دور الاخ الصديق العزيز الى اخر. ترى ابوي متوفى يوم كان عمري انا 6 سنوات. 6 سنوات يا ولولا سادس ابتدائي.
لحقت عليه بس ما بذاك الزود فهمت؟ اسمع تدري ان اول مره في حياتي اشوفهم يكبرون انسان قدامي ابوي؟ بعد احس الحياه صارت عندي تبلد، صار اي واحد يموت عندي الحين ترى عايد عايد. ارحب مرحبا السلام مرحبا حتى الاسد اللهم حسد ما احسن وجهك كيف الحال؟ وش المحور اللي كنتوا تتكلمون فيه؟ ادواردو. ايش؟ ادواردو. وش دي؟ انت قول محور. ايه. نتكلم فيه ادواردو. ايه. انا في سالفة الام. كمل. اما اقول لك فاقسم بالله يا ريدي اني صادق. انا شفتوني اتكلم اقول عن الام عن الام عن الام. انا ما اشرب ولا الا من ريدي. والله الذي نفسي بيده اني ما الا. فاحنا لو تكلمنا فيهم من هنا الى بكره والى بعد حين. ترى مو بنو فيهم حقه. اليوم ولا بكره. ترى انا احاول ان افتح موضوع عبد الله انا بعطيك موقف امي يا نبع الحنان يا اي تصلع على صوته اقول اسلم يا ابو حنيه الام عاد الام معروفه بالحنيه الوالد على طول عمره كانت تسوي قهوه وجاء اخوي ما هو صغير مره وكبه وجد يمكن صف اول ابتدائي وقتها ايه جالس على الطاوله ذي حقت المطبخ عرفتوها ذي ايه والفرن مجله ايوه انا مجله صح خلي المجله لنا انا ما دريت اسلم جاب المجله عند الفرن ما دريت اسلم المهم يتربش على القهوه فرق لي القهوه وحرق لي دم مني ما انتبهت ولا انتبه له مو متعمد صغير احرقت يد من؟ امي طيب انا كنت في غرفه لامي تصيح صاحت كذي وسكت ما تبغى توضح ما تبغى ندم اي والله ف جيت الى تقول ام مرش يا مسكتني يدها قالت لك كنت بتعلم ولا تبغى تعلمك؟ ما تبغى تعلمني انتفخت يدها احترقت تعرف عاد الحراق ذا اللي الجلد ينتفخ. ايه. وقتها عصر مغرب، جينا مغرب جيت يا طويل العمر السلام الى تسولف مع اخوي الصغير في الغرفه ماسكتني تقول اذا شفتني اسوي القهوه لا عاد تجي على المطبخ وحركتني يا حمودي حمو. وانا اسمع من ورا الباب. اي والله انغبنت كرهت اخوي لو في يدي هذاك اليوم ما اظني ذبحته. عرفت اللي تكلموا دمعتها في عينها اول ما جيتها ما تبغى تخرع حرت يدهم المهم جلست في غرفه حق ما صدقت انها يطلع الوكال وقتها كم كان عمرك عبد الله؟ ها؟ انت وقتها كم كان عمرك؟ اول متوسط حلو ادرس اول متوسط ايه المهم هو اتحرى اخوي يطلع اتحرى طلع من الغرفه جلست شوي لين طلع الى امي وراه امي ما شفت تقول ان القهوه راك تعيد شيء راك محمد ما درى صغير وجاهل انا ما في عقلي ما هو ابغى الطمه فاشتل من عنده واقعد اضرب تدري ايش سوت؟ جلست وماسكه يده كذي وتبكي ما عاد فيها حيل تتكلم ولا عاد فيها ما تبغاني اضربه وهو حارقني يده ولا تبغى خاصمه بعد ما نزلت دمعتها هذا اليوم بكت بيجيك بكت صدق بيجيك بكت من قلب فخلي كذا يعرف بعدت يدي عنه وخليته جالس طيب اقول لك بعدها حلفت ما عاد اضرب واحد ولا واحده من خواتي ولا عاد اجيب من ضمن المواقف ايه فؤاد عيوني والله كنت بسالك السؤال هذا ايه فؤاد ما بيعطينا موضوع جدي لا والله اني صادق ايه امي الله يخليها لي اللهم تونا ساكنين بيت جديد كلام ذا وانا صغير اذكرهم في اثنين من اخواني اصغر مني كانوا عند دولاب المطبخ توه يركب المسامير اللي فوق ما كانت معلقه في الجدار كان لازل شوي بعد ما جاء حق دري ركب واحد من اخواني على البلاطه تمام يبغى يفتح الدواليب اللي فوق
فجاء فتح قال الدولاب كذا مال مال مال. امي خافت على الورعان اللي اخواني اللي قدام الدولاب لا يطيح عليهم. على مشيه امي طاح الدولاب عليها وشق ايديها كذا من هنا قزازه كامله شق ايديها من هنا. يا ولد يا امه من ذا الكلام للدميان. المهم امي ما فكرت شلت الورعان دقت على ابوي وجابوه. من ضمن يعني من الكلام ذا شوف كيف تخاف عليك تحنك ودنا حتى انا اذا تعبت ولا شيء تشيل همي لاني يروح مني التعب. والله العظيم انها تقومني احيانا اذا كان فيني حراره ولا ذا اني ما اقرا الا الكمادات ولا اقراها. تجي تقول ها كيف وضعك ذا الحين امورك علاجاتي ذا اذا تعبت. فالام شيء عظيم يعلم الله. بسم الله. حتى احنا ما انا قال اعلمكم الموضوع بالله من كبليس عمليه الرباط الصليبي قعدت سنتين ما لعب الكوره سنتين. العمليه ادري انها بسيطه وخير بس انا في نفس الوقت امي ما بخلعها والله لا يجيني خلاص سويت العرض معي قعدت سنتين اداري خاطر هذا الى ان قلت بسويها. تحسبين العمليه بسيطه امي تحسبينها بسيطه اللي ودني بيش الحمد لله سويت عمليه في بيش ورحت يوم رحت لاني مجبس مني يعني يوم دخلت عليه الباب يا رياجي لا اله الا الله طقي بالصوت اقسم بالله يا رياجي اني ارقد في الدقيقه 70 مره اني القاها فوق راسي حتى مره حتى من قوه الالم يا رياجي ما ابغى ابكي قدامها ما ابغى ابكي قدامها. انزلت تعرفون اول ما يروح منك البنج يبدا المفعول يروح حق البنج لا اله الا الله يا رياجي اقسم بالله يا رياجي انها فوق راسي حتى لو انها في سبع نومه تصحى من النوم تدري فيني شيء انا ولا اخواني ولا عسى الله يخليهم لنا يا رب ولا يحرمنا منهم وجعل ايامنا قبلهم في هذا اليوم. اللهم يا حبيبي فؤاد ما حلك انت تقول مواقف انت في مواقف والله في واحد عندنا من الجماعه وجه نحس يا عيال تعرف كيف اللي يركب معك خلاص انت تدري انك بتصدم ولا بتجيب العيد. شاش انت تشتري علي صدق والله العظيم يركب معك تدري انك بتجيب العيد نفس احنا كنا صغار واخذ ولا زلت صغير انت كان معنا هيلوكس عمر صغير عمر وكبير عقل انا اسوق تعرف احنا صغار نروح نعطيها يمين يسار شوي على بدايه السواقه وجي مريت عليه قلت اركب خلني اوريك حركات اللي اسويها بالسياره قول يلا هذا واحد من الجماعه والله يا رجال ما علمت وعلمت ما حلمت وعلمت الا السياره على جنب واحد دوف وياهونا فوقي طاع انا ذا الحين حادث جوا حادث يعني انا سلمت من السياره هو دبه هو طاع يا رجال عظم عظم تعرف اللي كسرني وبعدين المشكله ايش العلم ثوبه نشب في القيء ما بحال انت ثوبه نشب في القيء تمام ويبغى يقوم ما قدر رجليه معلقه ويبغى يقوم ما قدر يا ولد وانا اقول قم احنا في حادث اقسم بالله الحادث ذاك انه ضحك انه طالعين انه لا حقت خالد لا حقتي والله انا حقت خالد والله كريم عطف والله انا حقت خالد معطيني اياها حقتي انا عارفها في دولابي غير كذا يا عبد الله والله ما تجي عليك تي عبد الله حقت خالد خليه يروح يلبس عطف حقت خالد يا عبد الله والله تجي عليك ايه اجل بنطقه المهم وجاي طويل السلام ايش دخلك كلام كنا في تشك اخوي يزن من الغماره الثانيه احنا نزلنا يا اثنين انت معي يا عيال في سالفه ها كمل المهم اخوي انا ضربت القزاز اللي قدام طلع وراي اخوي في الغمارة الثانية يزن طلع علينا من الضحك اي ضحك من ايش؟ مني انا متضارب قم يا عيال حادث ومضاربة في نفس الوقت نطلع اسوي زي كذا ايوه ذا الحين وش الحل؟ وش اسوي؟ ابوي بعد 25 كيلو يوصل الديرة ذا الحين وش الحل؟ لازم اسوي نفسي وقتها كم كان عمرك انت؟ يمكن ادرس اول ثانوي ايش لازم تسوي نفسك ايش؟
لازم اسوي نفسي تعبان. لازم والله العظيم لازم اعطيتها وضعيه لدرجه والله العظيم لدرجه اني ما اخذ عود ابغى اشقق ايدي شيء عشان اروح المستشفى واسوي نفسي تعبان ومنها الجماعه تزورونا ومنها اسلم من ابوي تنجا اي يا ولد يمين يسار يمين يسار يعني انت يا ولد العيال جو رفعنا السياره سحبناها وديناها البيت ودق على ابوي قلت يا ولد انا بصالح ابوي ودق عليه السلام عليكم عليكم السلام عجل والله ان في بطنك عل قلت ايه يا رجال بس الهيلوكس دقيت بها دقه بسيطه وهي جنب كامل رايح دقيت بها دقه بسيطه قال دقوا لحي العدو وين دقيت بها؟ قلت تعال تعال شوفها يوم جابي ابوي قال اوووو قلت وش سويت؟ انت وش سويت؟ تحلفون بالله قعدنا نسحب على الزبلت اصلا الشرور اشوفه والله يا عيال المهم جام قال خير دخل البيت انا الامور طيبه امي جت قالت انت بخير امورك طيبه قلت ايوه قلت خلاص السياره تعود واروح يوم قدني الحين عندنا غرفه فاخش غرفتي يوم عينت لذا اللي يقفاني ليه ابوي خش غرفه الله لا يوريكم ها تعرف اللي عاين كذا تعرف اللي اختلط الماء بالزيت وخلاص حابب النار خلاص انا انسان حساب روحي معدوم ما عندها ما عاين فيه يا عيال ابغى اعتذر منه ابغى اشوف الوضع قعد ساكت ما ادري مش اللي الجمني والله العظيم ما ادري وش اللي الجم فؤاد ياخذ العقال يوم شفته ساعته قال كذا قال كذا بس وانا دز للكرسي ابحض اللي ما في عيني قطره وادز هو مسكر الباب بالمفتاح وادز بالزاويه واخذ البطانيه عشان اذا جلت تجي على البطانيه ويجي يقول بالبطانيه كذا وا يسوقي والله يا عيال تشوفوا كيف احذف البطانيه عليها خلاص خلاص امي عند الباب طقطق افتح يا عبد الله خلي الورع خلي الورع خلي الورع يا عيال اقسم بالله ما طلع الا الدموع الدموع تعرف اللي ما ابغى احبك قدام اخواني عقلت بعدها عقلت اصلا اول سياره شراها لي ديتسن 95 وتلفتها تدري ايش سويت عندنا بطحه كبيره زباره او بطحه بطحه واجيك مسرع ابغى الحق صلاه الجمعه اقسم بالله يا عيال اقسم بالله انطرت طرت انا يا عيال تعرفون كيف اللي طاير وين ما شفته ولا ايش يا رجال داز بس علق البنص يا عيال علق البنص يا عيال ما عاد يمديني لف لف بعدين لا البنص اذا علق لازم تمسك البنص نفسه تسحب تمام هيا انا علق يمين يسار ولا عرفت اتصرف افك نمره ذا ما كنت اعرف ما قد وصلت المرحله هذه طبعا من معي اخوي اي شيء في راسه طرنا من اكبر انت ولا يزن؟ خليني اعلمك اكبر من هلا ونطير اقسم بالله يا عيال ان نشوف الارض بعيد طر يا ود فوق للسما الساعة شوي للكفر الاربع مفقع وللكبوت مفتح ولا ما ادري وش وجهك سمت درقسو ولد تعرف اللي احنا نعاين كذا الشخصيات خربت نبغى نروح نصلي وكذا والغبار نبغى نشوف يعني صدق غبار قلت اسمع قال قلت الحين ما عاد ينفع الكفر كله الاربع مفجر خل نروح نصلي بيقول ابوي الحين صادمين ولا صليت؟ خل نروح نصلي نعم شو الصلاه؟ اي وندس الصلاه ونروح يوم خلصنا الجمعه ابوي دائما يروح للمسجد على رجليه يمكن كيلو واروح يوم قدني عند ابوي وهو معود على رجليه قال غريبه ما جيت بسيارتك قلت السياره يا زين صدم بها طعك الله يا زمت بقى انا وياه انه يخليها في راسه قال دندن يا ابو عبد الله يقول قلت محزم قلت يا زين لي صدمبا بوي درى من كلامي ان هلا لي صدمبا بس حطيتها في راس من يا زين جاء بوي ساكت ليه شاف السياره يوم شاف السياره تخيل احنا كنا جنب بعض قال وش جاها قلت بس الكفر يبغى له هواء قال الكفر يبغى له هواء بس قلت احنا بغير جينا من عقم كذا علق البنص على يزن واقول ما يدا يمين يسار عيا
طرنا. قال يلا. المهم يوم شاف بوي السياره الكبوت قايل كذي والكفر وواحد من جنود قايل كذا وحياته انشيله. اسس الفارس مترفعه اللي وقتك يبقى. المهم ويجي بوي يا معي في السياره على طول انا يمينه تمام يا معي في السياره فيقول كذا كذا طخ عطاك لا اشوف الارض زرقاء الارض شفتها زرقاء يا عيال اول مره اشوف ارض زرقاء بغى يجيني عمى الوان ايوه تعرف اللي مشى كذا صوب السياره وهو ما يدري من الكف مشى صوب السياره ما يدري من الكف ارعف وجه الله هذه احد المواقف اللي تلطمنا فيها أي ما قلت لك ما قلت لك موقف من الخرعه انك انا ابشر واحد من اخوي اخواني ايش ابشر واحد من اخواني مصلح انا اذا اخترعت ولا جات لي مصيبه الله يكفيني وياكم شر المصايب ما ادق الا على مصلح صدمت عندنا بالهيلوكس على مصلح اه ما خرع دقيت عليه صدمت بالهيلوكس ايوه دقيت عليه قلت ابشرك ترى صدمت بالهيلوكس قال بسم الله عليك والله باب اشاره وينك وينك وقتها واتابع مباراة الاتحاد ارسلني هو اني راح اجيب خبز من البقالة واحد من الشباب هذا يا جماعه الله يهديه يا ولد يطلع لك اوقات الغلط اوقات اللي ما تبغى يهري لك فيها ايه ما تعب يصيح لي على بدايته ما سكت وعام في الرجال كذي وخليت السياره ودربها تعرف الشيء ولا صغير ايه بوبكات بوبكات طلعت لي الكبوت في وجهي كذي اعقب يا متى صدمته بوبكات والله انصدمت نزل قرا قلبي ايش ذا بيسكت مسحرين هذا الحين ايش ذا بيسكته والله اني ما يدق علي رجل اني ارقى حتى من خرع قلت يا مصلح ابشر هو من النوع اللي ايش قدام الناس ما يسوي له شيء بس ياخذني بغفله امانه قد طمكه حت كف اني قطر الدم مع خشمك على شيء الدم بارد في حد قد جرب الشعر؟ واضح انك عانيت ايوه اي والله اي والله يا ريجي ولا يضربك الا في اوقات بس اظني ما شاء الله لما ما ضرب ابطا ما ضربك هذا مصلح اخوك ولا من؟ اي مصلح اخوي تدري انك اكبر مني بسنه والله اي والله بس كعقل كعقل اقول اكبر مني بسبعين سنه لما اقول لك والله الذي نفسي بيده من قوه تلك يا خاشمين طلع منها دم ما حسيت بالدم الا قطر على شبابي بارد يا ولد وقتها دقيقه لحيه كيف كان؟ يا الدين هذول مشكله يا الدين اقسم بالله انهم مشكله ابراهيم المهندي كيف طلع خشم من الدب؟ لا بارد ايس 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 الدم ايس ايوه والله ما انا صدق طالع العود كف ها بس ما طلع دم مع خشمي بقعة الطبله اما انا الدم يطلع انا يديني دم انا جيت انا جيت كذا طرت كذا هلو مره من مرات السياره لا لا مره من مرات أيوم أرحب يا شيخ يا مرحب إن الله يسعد قلبك إن يفرج همك وإن يبيض وجهك وجعلك تقعد في البرنامج هذا 90 يوم شاء من شاء وأبا من أبا يعني تعلم يا أنشعم صح؟ يتعلم أنشعم 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 أسراني أقول المهم اسلم كان وقتها احنا صغار شوف اسلم اسلم ما انت والله ما ابغى منك سالفه لكن اسلم ما شاورتك تبي مني ابغى منك سوالف قلت ما ابغى سالفه انا ابغى سوالف ما 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 هو شغله مش شرف امزح معه في كل شيء اسمع اسمع يا صوت الحق والله لا اقوم والله لو وسع جبهتك انشعب على الوسع ذا اللي فيها بتوسع المهم كان وقتها احنا جالسين عند الغنم قبل المغرب كذا هلو غنم ايه الغنم اللي عندكم شيء نعيم حري نعيم يجي الدب والكبار المهم جازت لك ها نهاريا المهم قبل المغرب كذا شوي قا احنا كنا قبل المغرب نعلف الغنم فهمت حلو قال اخوي فيصل كنت انا جالس انا وفيصل عبد العزيز
قال اخو فيصل واحد منك يا عبد العزيز يا مشرف تجلسون عند الغام هنا واحنا بنروح نعلف ونجيك تمام. شوف ما صدق لذي انت كنت حق غنم. ليش انت كنت حق غنم؟ صرحت بالغام 11 سنه يا ولد ما بواضح خدمه يود ذا والله خدمه تعرف خدمه تعرف ذيك خدود البنات واضح من يوم ولدهم يعطونه هذيك الحلاوه غزل البنات. ايه حنا تمر محلاه صدق. ايه حنا تمر وفيه تراب يا مال التراب وجهك عز الله وجهك وجه تراب اوه اعطاك يا استاذ ايش ابد ما الضحك لو المهم قلت لا انا ماني رايح كنت وقتها صغيري احنا بصف يمكن وانت منهم انتم منهم يا من اسمع فيه مذلك في الخانه اليوم انا صح غير وبقتك والله لا 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 ابحثي قبل يجي انس اي عيال خليك ابحث